ايه علاقة النوتة الموسيقية بالجيتار؟ انت عزفت يا بتاع البيانول وجعت دماغنا. اهلا بيكم. سؤال شائع بيجي لي على القناة دايما، طيب انت عملت دروس للنوتة قراءة الزمن وقراءة العلامة على المدرج الموسيقي، طب انا عاوز اعرف العلاقة دلوقتي بين الجيتار وبين النوتة. في ناس هتقرا النوتة لانك انت مش هتقدر تحل مسائل السلالم والهارموني ولا تخش الموضوع ده اساسا الا لو درست نوتة. مفيش هارموني اخترعوه مبني على اي حاجة غير النوتة، يعني حتى الان العلم ما عملش اي حاجة تقدر تعمل بيها هارموني غير انك فعلا تذاكر نوتة وتفهم السلم ومسافاته وتعمل ازاي هارموني وازاي تعمل كوردات وازاي تعمل تركب الهارموني بتاع مقطوعة. فلازم عشان اتعلم هارموني لازم اكون عارف نوتة موسيقية، دي ما فيهاش فصال. انت عايز تعزف بقى تعزف بتابات تبقى انت عازف، بس مش هتعمل اي حاجة، مش هتألف موسيقى، مش هتخش في موضوع انك انت تعمل خلفيات موسيقية وتوزيع موسيقي والكلام ده. يا جماعة الكلام ده مش بنحاول نصعب المسائل على الناس، لازم عشان تتعلم هارموني لازم تتعلم نوتة، وعشان تقدر توزع موسيقى لازم تتعلم هارموني. الموضوع مش بالبساطة اللي الناس متصوراه. يعني بيجي لي أسئلة مثلا، واحد بيقول لي ما يعني قول لي ايه البرامج بتاعت التوزيع الموسيقي. مفيش حاجة اسمها برامج بتاعت التوزيع الموسيقي، البرامج اللي انت بتعملها اللي موجودة عندنا في هندسة الصوت دي برامج عبارة عن حلة فاضية، يعني التراكات فاضية، هتملاها انت ايه بقى؟ لازم العلم اللي انت تقدر تملى بيه التراكات ديت، مش هينفع تملى التراكات ديت باي حاجه. انت فاكر عشان انت بتسمع الموسيقى ان كل حاجه سهله كده، وطبعا الموسيقى بتاعت اليومين دول اللي طالعه موضوع مهرجانات ومش عارف ايه الكلام ده كله، الناس فاكره ان الموسيقى اي تطبيل وخلاص كده، وان يعمل اي اصوات عليها وتطلع الاصوات وخلاص وتمشي وتاكل مع الناس زي ما بيقولوا وتعمل مليون ريكورد فيو على اليوتيوب وبعد كده وخلاص انت عديت يا باشا، بقى بقيت زي الاسم الفلاني والاسم الاعلاني اللي عملوا ثروات من الموضوع دهوت. يا جماعه الكلام ده كلام عشوائي مش هيكمل ولا هيعيش، ومفيش اساسا موسيقى بتتعمل، يعني اللي انتوا بتسمعوه دهوت ده تلوث ضوضاء سمعيه، ممكن تكون فيها نوع من الارتام ونوع من الحاله اللي انت دلوقتي مستوعبها، بس انت بعد شهر ولا اتنين خلاص الموضوع ده هيطير من دماغك وتشوف حاجه جديده غيرها، مفيش موسيقى فيها في الموضوع خالص ومفيش حاجه هتستمر في الحاجات دي. فاحنا بنتكلم دلوقتي على الموسيقى الحقيقيه، عايز تتعلم موسيقى حقيقيه، عايز تعمل مقطوعه فعلا، عايز تعمل اغنيه حلوه، عايز تعمل حاجه والحاجه ديت فيها ثراء فني وهتعيش وقت طويل وناس هتسمعها كتير وناس هتسمعها على مختلف الاذواق تقدر الكم اللي معمول فيه. يبقى انت لازم اولا هتتعلم نوتة، بعد ما تتعلم نوتة بتتعلم حاجة اسمها الهارموني. الهارموني اللي هو علم توافق الاصوات، ايه مع ايه ينفع وايه مع ايه مينفعش، وايه مع ايه يطلع صوت حلو وايه مع ايه يطلع صوت غريب وايه مع ايه يطلع صوت محتاج توصل له. ولازم تعمل خريطة لانك انت المقطوعة بتاعتك تمشي منين ورايحة فين وليها داخلة وليها وسط وليها قفلة. لا كل الكلام ده يا جماعة ده علم مش هزار. فالنوتة الموسيقية مهمة جدا 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 عشان اقدر افتح باب الهارموني، عشان افتح الباب بس بتاع الهارموني لازم اكون عارف النوتة الموسيقية. طيب النوتة الموسيقية اللي انا بتعلمها دي هتفيدني في الجيتار كعازف؟ اه طبعا هتفيدني في الجيتار بتعزف، حتى لو انت بتقرا تابات، حتى لو انت بتقرا تابات هتقرا التاب تعرف بس مكان صباعك فين ومكان الوتر فين على الجيتار، بس الزمن بتاعها والنوتة نفسها وانك تحس بالهارموني تبقى عارف الكورد اللي فوق هيبقى ايه والكلام ده كله مش هينفع غير بانك انت تتعلم ازاي تقرا نوتة على الجيتار. حتى لو ما استعملتش النوتة ديت في قراية المقطوعات، قراية المقطوعات بتبقى اسهل انك انت تقراها بالتابات دلوقتي، حتى مقطوعات الناس العظماء او الناس الكبار في الجيتار مثلا وكده دلوقتي بتتكتب تابات، بس معرفتك للنوتة هيسهل لك حتى قراية التاب. فحاول تعرف النوتة البيزكس بتاعتها او الاساسيات بتاعتها ونبدأ نتحرك منها دلوقتي على ان احنا نشوف بقى حاجات تانية، نشوف التبات، اللي عايز يذاكر هارموني يذاكر، اللي عايز يعمل توزيع يعمل كل الكلام ده وتبتدي يتحرك بعد ما اننا نعرف اساسيات النوتة. طيب احنا بنينا على اللي فات، اللي فات احنا اخدنا ازمنة الزمن بتاع النوتة، الزمن ده ملوش علاقة بالنوتة دي، دو ري مي فا صول ما نعرفش ايه لونها، ما نعرفش ايه التون بتاعها، احنا نعرف الزمن بتاعها، زمنها عدى 2 3 4. وخدنا في الحلقات اللي فاتت راجع القايمه بتاعه
النوتة الموسيقية هتعرف الأزمنة، وهتعرف كمان مكانها على المدرج. يعني المدرج دي اسمها دو، على المدرج دي اسمها ري، على المدرج دي اسمها مي فا سول، وده مكتوب وموجود على الانترنت. لو دورت على جوجل السلم الموسيقي هتلاقي كتير جدا انك انت هتحفظ الشكل. الموضوع ده هيبقى حفظ يعني، ملوش اي حل تاني. هتمسك الشكل كده، الخط الاولاني اللي هو تحت الخط الرئيسي اللي هو فيها شرطه كده، ده هيبقى الدو، يسموها دو الوسطى، وسموها دو الوسطى لانها في وسط البيانو بالظبط، بتفصل بين الايد اليمين والايد الشمال. اللي تحتها يبقى بيز، واللي فوق هيبقى تريبل اللي بيتعزف بالايد اليمين، واللي تحتها بيز بيتعزف بالايد الشمال. طب انا كجيتاريست انا بقرا مدرج واحد، ما هو قال لك بقى مش هعمل لك مدرج تاني عشان تقعد تقرا انت ايد تانيه، ايد تانيه انت ما عندكش ايد تانيه اساسا في الجيتار. فهنحط شرط مكان النقط ديت عشان نعمل لك النوت اللي تحت الدول وسطى دي. طيب دول وسطى ديت موجوده فين على الجيتار؟ سهل جدا وكلنا عارفينها، ويمكن ده اول كورد عزفناه كلنا على الجيتار، كان كورد الدو ماجير. كورد الدو ماجير لو تفتكروه كان دو، وبسيب السول فاضي والمي فاضيه تحت، وبحط ايدي على صباع التاني بحطه على المي سول مي، وبعدين الصباع التالت على الدو. ممكن اعزف الوتر اللي فوق دوت، يبقى انقلاب الاولاني يعني الاساس بتاع الكورد بقى مي، بس هو كورد دو ماجير. وممكن ابدا العزف من الدو عشان يديني الجذر بتاعه دو. ده الكورد الدو ماجير. الصباع التالت اللي انت حطيته فوق ده خالص دوت دايس على الدو الوسطى، الدو اللي هي في وسط مدرجين بتاع الراجل بتاع البيانو. دو الوسطى بتاعت البيانو هي الدو ديت اللي موجودة عندي هنا. عشان كده فضل قبلها فضل السي واللا والسول والفا والمي اللي هو الوتر الفاضي. قال لك مش هنعمل لك خطوط ليها عشان ما نلخمكش، ما يبقاش انت بتقرا مدرجين على كام نوتة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمس نوت، خمس نوت بس هتقرا عليهم مدرج كامل، مش محتاجة يعني. فوقفوا لحد الدو هنا، وبعدين بدأوا يرسموا تحت الدو. السي هتبقى تحتها على طول، اللا هتبقى على شرطة، والسول هتبقى على فاضي تحت الشرطة، الفا هتبقى الشرطة اللي تحت الفاضي، والمي آخر حاجة خالص هتبقى دائرة كده، وفوقها تلات شرط. فوقها تلات شرط، شرطة بتاعت الدو، الشرطة بتاعت الله، والشرطة بتاعت الفا. طيب دي الدو بتاعت الوسط. طب الري، احنا اتفقنا الري، الري الوتر الفاضي دوت، ده هيبقى الفضة اللي فوق الدو. والمي هتبقى الشرطة اللي هو اول خط عندنا في المدرج الموسيقي، والفا هتبقى الفضة اللي فوق اول خط، السول هيبقى تاني خط، والله هتبقى الفضة اللي فوق تاني خط، السي هتبقى الخط اللي في النص خالص، الخط اللي في النص خالص سي، والدو هيبقى بعد الخط النص بالظبط اللي هو النوتة اللي فوق. طيب الله، طب وبقية المدرج؟ ما انا عندي مي ري، الري بعد الدو هيبقى الشرطة اللي بعد الدو، المي هتبقى المسافة اللي فوق خالص عندي على المدرج قبل ما اقفل الخط اللي هو اخر خط، والفا هتبقى اخر خط، والسول هتبقى عندي اول مسافة فوق الشرطة ديت، فوق الخط دوت هيبقى سول. لا هيبقى اول شرطة من فوق. الله، هو في شرطة؟ لان لسه الجيتار ما خلصش عندي، انا لسه الجيتار اهو، انا لسه هنا يعني، قدامي لسه مسافة طويلة على ما اخلص. لا هتبقى اول شرطة، سي مسافة بعد الشرطة، دو هيبقى الشرطة اللي بعدها، ري مسافة، مي شرطة، هي كلها مسافة شرطة مسافة شرطة مسافة شرطة. بعد المي هتلاقي بالنسبة للجيتار الكلاسيك فا وسول ولا وسي، وما بتجيبش الدو. يعني انا الجيتار بتاعي ما جابش الدو. هل في جيتار كلاسيك بيجيب النوتة دي؟ انا ما اعرفش، لان اللي هيحصل مش هتطول المسطرة، لان طول الوتر ثابت، فمش هتقدر تطول المسطره كده. لو طولت المسطره هدي لك حاجه تانية غير الجيتار. فاللي بيحصل ان هم بيطولوا المسطره من جوه عشان تخش شويه جوه العلبه الصوتيه، المقاس بتاع العلبه الصوتيه. انا ما شفتش جيتار كلاسيك بصراحه معدي شويه كده. اديني اي مقطوعه
تعزفت فيها الله ديت، وبعدها سي بي مول هنا. نادر جدا لما تلاقي مقطوع جيتار فيها النوت ديت، وما بتبقاش غالبا النوت بتبقى يعني حاجه بيسموها هارمونيكس، اللي هي بتبقى يعني صوت كده غريب مش موسيقى يعني، بتبقى صوت كانها تكت موسيقى يعني، واخد بالك؟ فاحنا غالبا يعني بننتهي هنا، الصول طبيعي جدا، وممكن الدو هنا مثلا والري، طبعا المي الاوكتاف ديت مشهوره جدا. فانا هنتهي عندي عند النوت ديت. فانا هقرا المدرج، هحفظه منين بقى؟ هحفظ من المي الفوقاني ديت خالص اللي احنا اتفقنا عليها، اللي هي واطيه خالص، اللي هو الوتر الفاضي ده، لحد المي، المي اللي تحت اللي هي اللي عاليه بقى خالص فوق، ان انا بعلى كمان على الدو ري مي اوكتاف، بعدها كمان هنلاقي المي اللي فوقها كمان اوكتاف، يبقى الاوكتاف التالت بتاعي بتاع المي، الاوكتاف التالت بتاع المي بتاعي دوت، انا هقدر اعرف الرسمة بتاعته فين على المدرجات، وهحفظ كل المدى دوت، اكتبها كده دو ري مي، واخلي حد صاحبي مثلا، اخويا، حد في البيت عندي، بابا وماما، يسمع لي يعني، يشاور لي على، يحط مدرج فاضي قدامك وعليه النوت من غير الاسامي مكتوبه، وهو يشاور لك على النوته وانت تقول له دي مي دي فا دي ري دي سول دي مي دي فا. كل ما انت تتمرن على الموضوع ده اكتر لدرجه ان قراءتك تبقى ليه اسرع، كل ما دوت هيسهل عليك جدا حاجات كتير قوي. انت لما بتيجي تقرا دلوقتي عنوان جورنان مثلا، تقرا مقاله في الجورنان، هل بتقول مثلا لما تيجي تقرا مقاله في الجورنان مثلا ميم ما واو و س س ي ي ق ق ي، تبقى الف لينه تبقى موسيقى، هل بتقعد تقرا كده عشان تقرا كلمه واحده؟ لا، انت المي والواو والسين والياء والقاف والين، انت خلاص مش بتفكر فيهم، انت بتفكر الكلمه بقى على بعضها شكلها كده موسيقى، بتقرا على طول، بتلاقي ايه العقل بتاعك اشتغل. احنا عايزين نوصل بالحروف بتاعه الموسيقى تبقى كانها حروف الهجاء بتاعتنا. لما تيجي تبص للري ما تفكرش دي ري ولا لا، انت هي ري، بس انت بتحط بقى الري فوقها ايه وتحتها ايه وجنبها ايه وزمانها ايه وبتاع، ادي القصه بقى اللي احنا عايزين نفهمها بعد كده. فسهل عليا بانك انت هتقرا من المي الواطي خالص اللي هو الوتر الغليظ دوت فاضي، لغايه المي الاوكتاف اللي هو الفريت نمره 12 على الوتر الحاد دوت. خلي بالك بعد كده، بعد الفريت 12 دي كل حاجه بتتكرر كاننا بنكررها من هنا، فانت مش هتحتاج اكتر من كده تعرف النوت اللي هنا، عشان بعد كده هتتكرر تاني كام نوته اللي فاضلين دول، هتقدر تعرف بالظبط النوت اللي جايه دي ايه يعني. فنعرف النوت ديت على المدرج ايه، وبعد كده ان شاء الله هنكمل في دروس الهارموني. بشوفكم الحلقه الجايه.